في خلاف، شوف في خلاف بعد كأس العالم، بعد كأس العالم الأندية. شوف هو بعد لما أوقف نعرف كل القضية، وقف هو يوسف ذنير. نعم صحيح. ورجع بمر ملكي، يعني يمكن اللاعب الوحيد اللي يرجع الملك، يعني طلب من ماجد عبد الله لأنه كان محتاجه. الملك كلم ماجد يعني. كان نعم كلم ماجد عبد الله ويسأله عن وضع المنتخب، وقال له نحتاج الفاجر الهريفي، المنتخب ينقص اللاعب هذا. ما قال ينقص يوسف الثنيان مثلا، ما طلب ذلك. وعيد فهد الهريفي، ما ولا عيد يوسف الثنيان، ما عيد بالمرحلة كأس العالم. كأس العالم ما عيد فهد الهريفي فقط، وقدم مستويات. شفت أبو لما، وصحافة الهلال هي اللي تضبط المنتخب وترجع اللاعبين وتعمل. لا مش صحافة الهلال، صحافة الهلال أنتم السبب. ما نبي ولا لاعب هلالي ولا كابتن في المنتخب. شوف من الهلال أبدا علشان يضبط المنتخب. ما دام أبو عبد الله كلم الملك فهد رحمه الله عليه، أبو عبد الله لاعب وأقنعه ورجع الهريفي ولا رجع اثنين. ماجد كان يحتاج الهريفي الاثنين. الحاجة للهريفي بوقتها.